أهم شيء تخلي مرت عمك توقع عليهم، وبعدين البيت رح يكون إليك. أنا اللي بملك هذا البيت مو أنتي، وإذا حابة تضلي ببيتي بدك تنفذي كل شيء أنا بقوله، وإذا ما فيكي تعملي هيك فيكي تروحي أيمت ما بدك. رباط الحب، الجزء الثالث، من الأحد إلى الخميس 11 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.